انت عايز تلعب كره ليه؟ عشان تطلع في التلفزيون؟ لا لا خالص، عشان تبقى مشهور يعني وناس تيجي في الشارع تتصور معاك وكده؟ لا لا، يبقى عشان تاخد فلوس كتير صح؟ تبقى غني؟ لا برضه مش ده. طب عايز تلعب كره ليه؟ عشان تجيب اجوان بقى وتبقى فرحان وكده؟ لا برضه. برضه عايز تلعب كره ليه؟ السؤال ده كان بيتسال لي وانا صغير، بس ما كنتش بجاوب قوي اي حاجه من الاجابات دي. بقول لهم انا نفسي العب كوره علشان حاجه واحده بس. عارفين اللعيبه قبل ما الماتش يبتدي بيبقوا واقفين في النفق اللي بيودي على الملعب، فبتشوط بتاعت بطوله اوروبا، وبيجاب لهم ولاد صغيرين كده مستحمين وشكلهم كيوت، وكل لعيب بيبقى ماسك في ايده ولد من الولاد الصغيرين دول، وبيدخلوا مع بعض الملعب، وبعد كده بيوقفوا الاولاد قدامهم وبيوقفوا علشان يغنوا النشيد الوطني. دي اكتر حته انا بحبها في اللعبه كلها، فكان حلم حياتي ان اقف مع اللعيبه واقفين يغنوا النشيد الوطني. فضلت افكر، طب هو انا عشان اعمل كده ممكن اعمل ايه؟ فجت لي فكره عبقريه، طب ما تجرب تروح تلعب كوره. صح، رحت قدمت في نادي وانا بتخيل نفسي بقى بقيت لعيب دولي وواقف بغني النشيد الوطني. وبعدين اتصدمت بحاجه صغيره، قالوا يا ابني روح دور لك على لعبه تانية تلعبها، ما ينفعش تلعب كوره. يا جماعه بس انا بحبها قوي وممكن اعمل اي حاجه في الملعب. لا بس مش هينفع، هنعمل لك ايه يعني؟ قلت اكيد المدرب ده ما بيفهمش. رحت نادي تاني، سبحان الله نفس العلقه طبق الاصل، يا ابني دور لك على لعبه تانية تلعبها. قلت اكيد الناس كلها ما بيفهموش، انا هفضل مكمل. فضلت احاول العب في اي نادي وبعدين ما نفعش. فحسيت في اللحظه دي انه احنا فعلا ندور بقى على سكه تانية. فقررت او قعدت فكرت الاول، وانا ممكن اعمل ايه؟ طب على فكره مش بس اللعيبه اللي بيبقوا موجودين في الملعب، انا ممكن كمان ابقى مذيع. فروحت قدمت في مسابقه بتاعه مذيعين عشان اطلع مذيع وابقى موجود في الملعب، وسبحان الله برضه قالوا لي ما تنفعش. وبعدين فضلت ادور على طريقه بس مش لاقي. فمره كنت مسافر بره وقابلت بنت مكسيكيه، فبقول لها ان انا كنا قاعدين بنتكلم كل واحد كان حلم حياته ايه يعني. فبقول لها والله انا كنت بحلم في يوم من الايام ان انا اقف مع اللعيبه في ارض الملعب واغني النشيد الوطني، بس خلاص انا سني كبر ومبقاش يعني ينفع العب كوره في نادي. فراحت قالت لي Todos los caminos conducen a Roma. طيب ما يضرش. المهم كل مره كنت بنزل انا واصحابي نتفرج على الماتش، كنت اقعد اقول لهم يلا يا جماعه بسرعه عشان السلام الوطني هيبتدي. سلام وطني ايه يا ابني؟ انت تحترف فرقه تتفرج عليه انت طبيعي. في مره كنت قاعد مع واحد صاحبي في القهوه بنتفرج على الماتش، فاللعيبه وهم نازلين انا قاعد بقى الناس كلها عمالين يتكلموا مع بعض، وانا قاعد منبهر قدام شاشه التلفزيون باللعيبه وهم واقفين في الممر، بقول ياه هقف معاهم امتى بقى؟ فبقول له عارف انا بقى نفسي مره في حياتي ابقى. قال لي بقول لك ايه؟ ما تستعبطش، انت كل مره بتفضل تصدعنا بالحكايه بتاعتك دي، وانت عمرك في حياتك ما هتقف معاهم. انت عمرك في حياتك ما كنت لعيب كوره ولا كان معاك جنسيه بلد اوروبيه، هتقف معاهم ازاي يعني؟ شويه تفكير. على فكرة هو بيتكلم صح. بعديها بفترة كده بفتح الجورنال لقيت خبر صغير مكتوب فيه الفيفا النهاردة بيغلق أبواب اللي حابين إن هم ينضموا للجنة المنظمة لكأس العالم في جنوب إفريقيا 2010. إيه ده، هو في حاجة اسمها كده أصلاً؟ أنا أول مرة أعرف. طب أنتوا جيتوا لهم بيقفل، طب ما تقولوا هم بيفتحوا. طيب وبعدين في لمبه كده نورت، كاس العالم بعد كاس الامم الاوروبيه. رحت جاري داخل على الويب سايت بتاع اليوفا لقيتهم بقى لسه بيفتحوا الابلكيشن بتاعه كاس الامم الاوروبيه اللي هتبقى في 2012. دخلت كتبت الابلكيشن، هم عايزين شويه حاجات كده، عايز واحد يكون بيعرف يتكلم لغات كويس، ويكون عنده كوميونيكيشن سكيلز، ويكون بيعرف حاجه تكنيكال يكون شاطر فيها ينفعهم يعني. بس الاهم من ده كله هم عايزينك تقول لهم، او اللي عرفته بعد كده يعني، هم عايزينك تقول لهم اشمعنى عايز تبقى موجود معانا في الكونتكست بتاع الكوره ده.
فكتبت لهم ان انا بحب الكوره وان انا ما وريش حاجه غيرها وان انا كل يوم بقعد اتفرج على الماتشات وبلم اصحابي و و و و وبعدين كتبت لهم في الابلكيشن وانا بصراحه نفسي اقف مع اللعيبه في ارض الملعب واغني النشيد الوطني. ورحت كاتب لهم الجمله اللي قالتها لي صاحبتي بتاعت المكسيك، دودوس لوس كامينوس كوندوسنا روما. المفاجاه ان هم بعتوا لي ايميل قالوا لي انت عديت من الفيز 1 وعايزين نعمل معاك انترفيو. وانا في الانترفيو البنت بتقول لي على فكره احنا يعني مش بننزل نقف مع اللعيبه في ارض الملعب، احنا شغلنا بيبقى بره. قلت لها مش مشكله، يعني هو ده مش السبب اللي عايز يخليني اسافر، انا كنت بكلمكم كنت بفضفض معاكم يعني، بس انا عايز اكون موجود معاكم. المهم بعد ما عملت الانترفيو بعتوا لي ايميل وقالوا لي ان كان في 1900 واحد من قاره افريقيا مقدمين في الابلكيشن وهم مش مسموح لهم غير ياخدوا واحد بس، فمبروك انت الواحد اللي احنا اخترناه من قاره افريقيا. اول مره حد يقول لي خبر حلو في حياتي. سافرت اوكرانيا، كنت في مدينه اسمها دونيتسك. اللي حصل انه بعد ما سافرت كان مطلوب مني ان انا اشتغل 8 ساعات في اليوم، بس انا كنت بحب الموضوع قوي لدرجه ان انا كنت بشتغل 2 شيفتس في اليوم، كنت بشتغل 16 ساعه، وساعات كمان كنت بقعد بعد الشغل وكنت بروح قبل ما الشغل يبتدي. ف المانجر بتاعي كان ايطالي، كل شويه يقول لي يا ابني يا حبيبي طب روح وتعالى بكره احنا قاعدين يعني مش مروحين، يعني انا مبسوط مش متضايق. طب انت صعبان عليا، والله انا فعلا مش متضايق. ففي يوم من الايام جم قالوا لنا انه لقيت المانجر بتاعي ده جاي بيقول لنا يا جماعه اليويفا عامل كامبين اسمها ريسبكت، الكامبين دي هتتعمل في الماتش بتاع السيمي فاينل. السيمي فاينل بيبقى ماتشين، في ماتش فيهم في اوكرانيا والماتش الثاني في بولندا. فالكامبين دي الاتحاد الاوروبي اطلقها لمكافحه العنصريه. الكامبين دي بمنتهى البساطه عباره عن ان الاربعه كابتنز بتوع الاربع فرق بتوع السيمي فاينل كل واحد فيهم هيطلع يقول رساله لمكافحه العنصريه والتمييز ما بين الناس باللغه بتاعته. فكابتن اسبانيا ايكر كاسياس، وكابتن البرتغال كريستيانو رونالدو، وكابتن المانيا فيليب لام، وكابتن ايطاليا بوفون، هما الاربعه هيقولوا المسجز باللغات بتاعتهم. لحد هنا الموضوع لطيف. الغريب بقى انه بعدها بساعتين كده تقريبا لقيته جاي بيقول لي احمد انا عايزك. خير اللهم اجعله خير. قال لي على فكره احنا اللجنه المنظمه قررت ان هما مع اللعيبه هيختاروا 8 من الاورجنايزرز، فاحنا اخترنا الفريق اللي من الاورجنايزرز هيبقوا من اوكرانيا. المطلوب منهم ان هم يعملوا كده شويه حاجات، وعلى فكره انا اخترتك ان انت تروح معاهم. طيب اوكي، بس يعني فهمني ايه المطلوب مني. قال لي مفيش، مش مطلوب منك حاجه غير ان انت هتنزل تقف مع اللعيبه في الملعب ساعه النشيد الوطني. مش عارف ليه ساعتها افتكرت الاغنيه بتاعت نانسي عجرم بتاعت قول تاني كده. هو حضرتك حقيقي ولا بجد؟ قال لي بس المهم احنا بكره ان شاء الله هنروح نعمل بروفا، فلازم تكون يعني موجود هناك من بدري. موجود من بدري. قعدنا نعمل بروفات لوحدنا ايه اللي هيحصل لما ساعه الاكشن. فكل مره في البروفا كنت وانا شايل البانر كنت باجي داخل الملعب كان بيبقى ظهري للملعب. فكل مره التيم ليدر تقعد تقول لي احمد لو سمحت ركز، المفروض واحنا داخلين الملعب يبقى وشنا للملعب مش ظهرنا ليه. طيب حاضر. اجي المره اللي بعدها واتلخبط تروح مزعقالي، فاروح اتعدل وانا داخل الملعب. سبحان الله بعدها بساعتين اللعيبة جم وإحنا واقفين في الممر وأنا واقف بقى بستعد وبسخن كده، وبعدين لقيت واحد من الأوفيشالز بتاع اليويفا
واقف بيكلمني انا والبنت جنبي بيقول لنا انتوا الاثنين انا هشاور لكم وتتحركوا. وبعد كده بيكلم الكابتنز بتوع اسبانيا والبرتغال كاسياس ورونالدو بيقول لهم لما الاثنين دول يتحركوا بعديها هشاور لكم تتحركوا. انا ببص رونالدو لما كنت قاعد مع صاحبي بقول له ان انا عايز اكون مع اللعيبه في الملعب قال لي بقول لك ايه ما تقرفناش بقى انا كل اللي نفسي فيه حاجه واحده بس انا نفسي ربنا يتوب علينا من قعده القهاوي والكافيهات واجيب الجزيره الرياضيه في البيت واقعد اتفرج على الماتشات براحتي في الاوضه. واحنا واقفين في الممر الراجل شاور لنا انا دخلت اول ما عدينا من الممر ببص ماتش اسبانيا والبرتغال الدور قبل النهائي كاس الامم الاوروبيه اكتر من 65 قناه التلفزيونيه بتنقل الحدث على الهواء مباشره لعشرات القنوات التلفزيونيه الثانيه الملعب 70,000 متفرج ما فيهوش موضع لقدم. انا اول ما دخلت شفت المنظر بمنتهى التلقائيه رحت مدي ظهري للملعب. طبعا التيم ليدر قعدت تزعق لي انا من كتر الدوشه حواليا ما سمعتش اي حاجه. دخلنا الملعب وبعد كده دخلوا اللعيبه وبعدين ابتدى السلام الوطني بتاع اسبانيا. ساعه السلام الوطني لو بصيتوا عليا انا واقف ورا الحكم اهو انا واقف اللي هو بحاول استوعب ان ده بيحصل بس هو اكشلي انا ما فهمتش الكلام ده غير بعدين. في نفس الوقت لما انا كنت واقف في الملعب كان الماتش ده كان بيذيعه في التلفزيون المذيع التونسي الشهير رؤوف خليف في مكان ما في حي الدقي في محافظه القاهره. كان قاعد صديقي بيتفرج على الماتش في اوضه نومه وكان قاعد جنبه بابا بيتفرج. في السلام الوطني بيجيبوا الكاميرا على كل لعيب فاول ما ابتدى السلام الوطني فقال له قول لنا بقى يا عم حسن شحاته التشكيل. كان ساعتها رؤوف خليف صوته كان مجلجل في كل حته. مشاهدينا في الوطن العربي الكبير اهلا ومرحبا فيكم وهذه المقابله مقابله الدور قبل النهائي المنتخب الاسباني الماتادور لافوريا روخا في مواجهه الماتادور البرتغالي بقياده الدون رونالدو كريستيانو. مصر كلها العالم كله كان قاعد بيتفرج على الماتش وهم بيجيبوا الكاميرا على كل لعيب. فصاحبي بقى بيقول لبابا بيقول له ما فيش تشكيله اسبانيا بيكي وتشافي وانيستا وراموس وكاسياس والجرحي. جرحي مين يا ابني ده؟ يا بابا هو والله صاحبي هو اللي واقف جنبهم ده لابس ازرق. اول ما خلص الماتش صاحبي لقيته بيكلمني في التليفون بيقول لي على فكره انا شفتك النهارده في التلفزيون. قلت له ايه ده بجد؟ قال لي اه بس انا مش متصل بيك عشان كده. قلت له ايه؟ قال لي وانا قاعد بتفرج على الماتش افتكرت لما انت كنت بتقول لي ان انت نفسك تروح تقف مع اللعيبه في ارض الملعب وتغني معاهم النشيد الوطني وافتكرت لما انا كنت بقول لك ان انا ما نفسيش غير ان انا اقعد اتفرج على الماتش في اوضتي واكتشفت ان انا فعلا قاعد بتفرج على الماتش في اوضتي وانت فعلا واقف معاهم في ارض الملعب بتغني النشيد الوطني. انا بجد عايز اشكرك. انا ساعتها كنت في حاله ما تسمحليش ان انا استوعب قوي الكلام اللي بيتقال بس ساعتها كل اللي افتكرته حاجه واحده الكلمه بتاعه todos los caminos conducen a Roma all the ways leads to Rome او كل الطرق تؤدي الى روما. شكرا.